توفر العيادة المجمعة لشركة سنيم عدة تخصصات وخدمات طبية لصالح عمال الشركة الذين تتكفل بعلاجهم بشكل مجاني. كما تقدم العيادة بعض الخدمات الصحية لسكان ولاية تيرزامور في إطار الالتزامات الاجتماعية للشركة. العيادة المجمعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم بمدينة الزورات مؤسسة صحية تضاف للمؤسسات الصحية على مستوى ولاية تير الزمور وتقدم خدمات صحية لعمال الشركة وأخرى لسكان الولاية. هذه العيادة أساسا أنشئت لتتكفل بعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وعائلاتها في نطاق اختصاصها، لكنها أيضا أبوابها ليست موصلة أمام الساكنة. ساكنة ولاية تير الزمور من عند البير إلى فديرك إلى أقصى حدود الولاية، الساكنة تستفاد من خدمات العيادة بذاك اللي يسمح به القانون وتسمح به النظم المتبعة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، لأن هناك خدمات غير متوفرة في المنشآت الصحية الأخرى وموجودة في العيادة وتقدمها للساكنة. العيادة المجمعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم عندها قدرة استيعابية 100، عندها قدرة الاستيعابية 100 سرير، دونك سا كاباسيتي اوسبيتاليير دو سان لي اوسبيتاليزاسيون، وتتوفر عدة وحدات علاجية. هناك قسم العيادات الخارجية. تتوفر هذه المؤسسة الصحية على عدة أقسام، منها العيون والأنف والحنجرة والولادة والجراحة العامة وغيرها من التخصصات الطبية. احنا نعدل هنا قدر من العمليات، على سبيل المثال عندنا جراحة العظام، عندنا جراحة النساء، عندنا الجراحة العامة. الجراحة العامة نعدلوها بأشكالها كاملة بما فيها المنظار، وجراحة العظام زاد ملي، وجراحة النساء عدلهم بأشكالهم كاملين. أساسا التخصصات الثلاثة هم الموجودين عندنا، هم اللي نعدوا حتى الآن الحمد لله ما شاء الله. نحن بعد مواسين عنا مرضانا كاملين اللي جانا كامل لأنه يتداووه ويمشي كما قال لكم الإخوة اللي كانوا هنغريك اللي جانا كامل معه، نحاولوا عنا يمشي راضي متمونك بدل يجبر من الخدمات اللي مواسين نحن عنهم، يجبرهم بوقتهم في الوقت المناسب ويجبرهم بالطريقة اللي الله يجبرهم بها. مكنت العيادة المجمعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم من تقديم الخدمات الضرورية لعمال الشركة، كما فتحت المجال لتقديم بعض الخدمات الصحية لسكان ولاية تير الزمور لتعزز بذلك بقية المنشآت الصحية على مستوى الولاية. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة الزورات.